حياكم الله ويا هلا وغلا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة مع الفن والنغم ومع مسيرة نجم من نجوم الأغنية الخليجية وتحديدا القطرية. اليوم راح نسافر في أجواء الطرب من خلال برنامجكم بشتختة. اليوم مشاهدينا راح نتكلم عن نجم أشعل النور رغم العتمة، خذ الله منه البصر لكن أعطاه البصيرة. اليوم رحلتنا مع الراحل محمد الساعي. نجم حلقتنا اليوم هو محمد أحمد الساعي من مواليد 1949 في براحة الجفيري، وهي المنطقة تحديداً بين سوق واقف وسوق النجادة. لما كان عمر محمد 4 شهور فقد البصر، وحسب ما قاله أن عيونه كانت غاية في الجمال، وبعد زيارة أحد الجيران وتعليقهم على عيون الساعي انعمى وما كان له علاج في أي مكان، وكان قضاء الله وقدره أنه يستقبل الحياة وهو كفيف. شوفوا القمر شحليلة نور علينا البيت، جمع معانا العيلة لهم أنا غنيت. شوفوا القمر شحليلة نور علينا البيت، جمع معانا العيلة لهم أنا غنيت. Thank you.
راس الحبيب اليوم يا نجوم يا الله لالي ما عاد يفيد اللوم طل القمر في العالي عرس الحبيب اليوم يا نجوم يا الله لالي ما عاد يفيد اللوم بدأ الساعي حياته مغامر ويتحدى كل شيء صعب، ومن المواقف الحلوة أنه كان يسوق السيكل وهو ما يشوف، يحط رجل على الرصيف ويتحسس الطريق بالحركة، واللي ساعده أكثر حاسة السمع القوية عنده كأنه يشوف كل شيء حوله. كان يحس بربعه إذا حد منهم متضايق أو زعلان أو حتى فرحان بدون ما يقولون له. كان الراحل محمد خفيف الظل ومرح ويحب كل الناس وما يعرف يكره أحد، صاحب إحساس مرهف. الدليل لما يسمع أغاني أم كلثوم يبكي من كثر تأثيره بصوتها، وهذه الحاسة والإذن النظيفة كانت من أهم الأسباب اللي دخلت الساعي عالم الفن وهو ما يدري إن في يوم من الأيام راح يكون نجم من نجوم الأغنية الإلكترونية. كم علي قلبي شموم حني على حالي دمعي على خدي والليل موالي كم علي قلبي شموم حني على حالي دمعي على خدي والليل موالي يا حلوة خبريني قولي لي وش سوي يا حلوة خبريني يا حلوة خبريني قولي لي وش سوي تعبت وانا اشكي تعبت وانا اشكي عذريني اذا حبيت من شدة حبه لهذا الفن تعلم على آلة العود، خصوصا أنه من بيت فني وإعلامي بنفس الوقت. أبوه يعتبر أفضل إيقاعي في قطر في هذاك الوقت، وأخوه يوسف من مؤسسين نادي العربي الرياضي. هذه العوامل كلها عطت محمد دافع وهو ما يدري. الإمارات القريبة شوفوا الكويت الحبيبة
حبه للموسيقى كان هو الهاجس الأكبر، وفعلاً بدأ يتعلم وكان يروح كل يوم جمعة العصر لمنطقة راس بعبود، يجلس ويعزف العود للناس اللي كانوا في المنطقة يجون عشان السياحة وتغيير الجو، والساعي كان يستغل الفرصة عشان يتأكد إذا له قبول أو لا. وبعد فترة اكتشف أن الناس يجون قبل لا يوصل ويتظرون هذا الكفيف صاحب الإحساس الصادق اللي إذا قال الآه كانت توصلهم بصدق. وبعدها بدأ مشوار الساعي مع الفن. أنا يا حبيبي يا حبيبي مشتاق، حبك قلبي قلبي ما ضاع. أنا يا حبيبي يا حبيبي مشتاق، حبك قلبي قلبي ما ضاع. تعال مرة مرة واسيني وشيل الهم الهم ووجع. تعال مرة مرة واسيني وشيل الهم الهم ووجع. نجوم الليل الليل سهرانة، ورود الحب الحب ضميانة، ونجوم الليل الليل سهرانة. أنا يا ما دمعت عيني من شوقي ونيرانة، أنا يا ما دمعت عيني من شوقي ونيران. أنا يا حبيبي يا حبيبي مشتاق، حبك قلبي قلبي ما ضاع. أنا يا حبيبي يا حبيبي مشتاق، حبك قلبي قلبي ما ضاع. تعال مرة مرة واسيني وشيل الهم الهم ووجع. تعال مرة مرة واسيني وشيل الهم الهم ووجع. عودة جديدة لكم مشاهدينا من خلال برنامجكم بشتخته. انتقل الساعي لحضور الجلسات والسمرات، وكان أكبر دافع صوت أم كلثوم. استمر لين جات البداية الفعلية في بداية الستينات وعمل أول أغنية وهي اللي تتكلم عن حالته بعنوان مسكين العمي. على أيامها كانت الاسطوانات، تم العمل وحس الساعي وقتها أنه تحت مسؤولية كبيرة، وهي أنه يكمل الطريق أو أنه يرضى بكل صعوباته ويستسلم ويوقف عند هذا الحد. كان قراره أنه يروح ويدرس الموسيقى في معاهد الموسيقى في مصر عشان يكون متمكن
وواثق من نفسه أكثر. قطر حبي لك حب ما يحد حدود، يا قطر حبي لك حب ما يحد حدود، انت ليك الحياتي انت ليك الوجود، انت ليك الحياتي انت ليك الوجود، يا قطر حبي لك حب ما يحد حدود. يومي وانتي باكر واللي مضام نعود، انتي لي بر الامان لي ما دار بالزمان، انتي يومي وانتي باكر واللي مضام نعود، انتي لي بر الامان لي ما دار بالزمان، انتي يومي وانتي باكر واللي مضام نعود. قطر بهتف باسمك بالاغاني والنشيد، بطلب المولى يعزك بطلب بخيرك يزيد، يا قطر بهتف باسمك بالاغاني والنشيد، بطلب المولى يعزك بطلب بخيرك يزيد. سافر محمد الساعي للقاهرة وكل مراحل معهد من المعاهد يرفضونه، حاول انه يلتحق لكن الرفض كان واضح. في نفس الوقت كان يتمنى يلتقي في كوكب الشرق أم كلثوم ويسلم عليها، وفعلا تمت هذه الأمنية والتقى فيها وسلم عليها، ومن ضمن الحديث اشتكالها عن الوضع اللي هو يمر فيه وإنه ما لقى معهد إلين اليوم يقبله، وقالت له بنفسها أنا راح أساعدك، وخذتها بسيارتها الخاصة وسجلتها في معهد النور ووصت العميد والدكاترة عليه، لأنها كانت تشوف إنه فنان صادق وعنده شيء يقدمه للناس. وفي هذا المعهد صقل الساعي موهبته بالأسلوب العلمي وطبعها بطريقة برايل. يا دنيا شلي جرى وين حبيبي راح، يا دنيا شلي جرى وين حبيبي راح، كل يوم أنا أذكره، كل يوم أنا أذكره، انهلت الأفراح، يا دنيا شيل لي جرى، يا دنيا شيل لي جرى وين حبيبي راح، يا دنيا شيل لي جرى وين حبيبي راح، كل يوم أنا اليوم أنا أديرة بريد الهلي بالأفراح، يا دنيا شيل جرى، يا دنيا
خلوا احد مرتاح عهد علينا انقضى عهد علينا انقضى ترى الزمان روح كل يوم انا اذكره كل يوم انا اذكره من هلة الافراح يا دنيا شلي جرى يا دنيا يا دنيا شلي جرى وين حبيبي راح يا دنيا شلي جرى وين حبيبي راح كل يوم انا اذكره كل يوم انا اذكره كان الساعي مندفع وما في شيء يقدر يوقفه عن تحقيق حلمه، رغم انه كان مو مرتاح في السكن اللي هو فيه. حاول يغير السكن لكن ما لقى، والسبب انه لازم يكون حد يتحمل مسؤوليته، لكن بحكم المودة اللي بينه وبين عبد العزيز ناصر واللي ايامها كان يدرس في معهد الموسيقى العربية بالقاهرة، حب الساعي يسكن مع عبد العزيز، ورحب عبد العزيز بالفكرة وسكنه معاه وتعهد انه يتحمل مسؤوليته بحكم انه كفيف ويحتاج رعاية. مسك بايده وفعلا كان معاه خطوة بخطوة، لدرجة ان الساعي مرات كان يطبخ بنفسه لا ويطلع من البيت ويرجع بدون ما يضيع. بدت مرحلة جديدة في حياة الساعي عن طريق الملحن عبد العزيز ناصر، واللي كان يشتكي له من طموحه الكبير، يبي الدراسات العليا، يبي الدكتوراه، يبي يصير واحد من عمالقة الفن والغناء العربي
خاصة بعد تشجيع أم كلثوم، واللي كانت تقول له: أنا أتنبأ لك يا محمد مستقبل كبير لأنك صاحب إحساس عميق. من كثر حبه لها كان يحفظ كل أغانيها، والفنان وديع الصافي شهد له وبكى لما سمع صوته وتنبأ له مستقبل كبير. هذا الشيء كله مشاهدينا كان حافز كبير في حياته الفنية. الحلوة دي قامت تعجن في البدرية، الحلوة دي قامت تعجن في البدرية، وديك بيتن كوكو كوكو في الفجرية. يلا بنا على باب الله نجعل صباحك صباح الخير يا استعطية. طلعين نهر فتح يا عليم، والجيب وما فيش ولا مليم، زي الصنايعي المظالم في اليوم شافوا ترقيم. طلعين نهر فتح يا عليم، والجيب وما فيش ولا مليم، زي الصنايعي الصبر أمره طال إيش بعد وفي الحال، الصبر أمره طال إيش بعد وفي الحال، يلي معاك المال برضو الفقير لغ رب كريم. يلا الحلوة دي قامت تعجن ما زلنا متواصلين معاكم مشاهدينا من خلال برنامجكم بشتخته، واللي نتكلم فيه عن حياة محمد الساعي اللي ما كانت سهلة. كان أكبر سبب طيبته وعاطفته الجياشة كان كثير يشتكي ويبكي لأنه مستعجل على تحقيق أحلامه. وقتها قرر الموسيقار عبد العزيز ناصر التعاون معاه وعمل أوبريت بعنوان عيشي قطر، وتم تسجيلها في إذاعة قطر، وبعدها بمدة بسيطة سجل أغنية محتار يا بلادي، واللي كانت بمساعدة طلاب البعثة اللي وقفوا معاه. وقتها حس الساعي أنه حقق ولو شيء بسيط من أحلامه. Thank you.
بدأ مشوار التعاونات، وتعاون الساعي مع الفنان فايز حسني في كثير من الأعمال اللي حققت نجاح كبير في وقتها، لكن للأسف أغلبها ما كان مسجل ولا موثق إلا أغنية خسارة اللي سجلها في إذاعة قطر. قدم نفسه كنجم قطري وغنى في الحفلات وكسب عدد كبير من الجماهير بحضوره المميز وإحساسه العالي، وفي أغلب الحفلات كان يغني لأم كلثوم، وبعض المرات يغني أغاني كاملة لكوكب الشرق، وفي بعض الحفلات كان يستعين برفيق دربه الموسيقار عبد العزيز ناصر عشان يعزف له. زهرة الزمن كله يعذبني يعذبني وانا رجل بسارة، زهرة الزمن كله يعذبني يعذبني وانا رجل بسارة، انسان الحلو بسارة، انسان الحلو المراحل اللي مر فيها الساعي رحمة الله عليه حفل الطلبة القطريين وتحديدا على مسرح البالون، وغنت معاها الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية والفنان علي عبد الستار. غنى الساعي في هذاك اليوم مجموعة من الأغاني من ضمنها الله يا عمري قطر، واليوم الثاني مشاهدينا كانت كل قطر تغني هالأغنية، مع أن وسائل الاتصال والتواصل مش مثل الحين، لكن عذوبة الأغنية ولحنها الرائع وإحساس الساعي العالي خلت الأغنية تنتشر بسرعة، ولين اليوم وهي تذاع بنفس التسجيل اللي كان في مسرح البالون بالقاهرة، لأن الوقت ما عطى الراحة الفرصة لا يسجلها ولا ينقيها. الله يا عمري قطر، وردة
ونسماتك عطر. يا عمري قطر الله يا عمري قطر الله يا عمري قطر الله يا عمري قطر وردة نسماتك عطر وردة نسماتك عطر انتي في قلبي حبيبة انتي من روحي قريبة انتي في قلبي حبيبة انتي من روحي قريبة وردة اتفق الراحل محمد الساعي مع الموسيقار عبد العزيز ناصر على أنهم يجددون أغنية الله يا عمري قطر بعد ما يرجع من السفر. سافر مصر وكانت السفرة الأخيرة، وهو في بيته في القاهرة جاته أزمة قلبية واتصل بالسفارة لكن ما لحقوا عليه، وصلوا متأخرين وكانت حالته في مراحلها الأخيرة. رحمة الله عليه انتقل إلى رحمة الله وترك ما ترك لنا وللفن الخليج. Thank you.
وصلنا معاكم لختام حلقة مع الراحل محمد الساعي من خلال برنامجكم بشتخته. نلتقي وياكم في حلقة جديدة ورحلة في حياة نجم من نجوم الأغنية الخليجية. فمان الله. يعني الله يعني سبحانه وتعالى يعني خذ عيني لكن عوضني الحمد لله في كل شيء. أحلامي أن أنا أتمنى أن أنا أصير يعني أحب الموسيقى أكثر من كل شيء. مسكين العباي ترى حيران، مسكين العباي ترى حيران، يبكي ويهل دمعة عيونه، يبكي ويهل دمعة عيونه، في الليل يلعي كمال والهان، في الليل يلعي كمال والهان، أوحد محدن يوانسونه، أوحد محدن يوانسونه، قاس المذل والقلب حيران، قاس المذل من القلب حيران، حتى الطريق ما يدلونه.